السلام عليكم، ازيك يا باسم؟ السلام ورحمة الله، ازيك؟ الحمد لله. احنا المرة اللي فاتت خلصنا المنادى او النداء وحلينا التدريبات عليه. انت عندك اي سؤال فيه؟ لا يا باسم، كله تمام يعني؟ افتح معايا نص عباد الرحمن. سلام عليكم. عايز بجيب الكتاب. يا بابي فتحت اهو. تمام، نسمع النص سوا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. انت فاتح النص؟ انت مع الشيخ عشان المفروض ايه هنحفظ. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله. جنات بدي افتحي معايا نص عباد الرحمن بنسمعه عشان نبدأ نشرحه. يلا افتحي معايا سريع. إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا شباب افتحوا بقى، نبدأ في مواطن الجمال أو نبدأ في شرح النص. جنات وإكرام، أنتوا كنتوا معايا السنة اللي فاتت صح؟ ايوه ايه معايا السنة اللي فاتت، فاكرين النظام بتاعنا في النصوص صح؟ او طيب او أحلى حاجة في الوجود بقى، مش هقعد إيه أقول لكم مفروض النص بتاعنا. جهزوا قلم قرطاس زي ما إحنا بنعمل، جاهزين؟ استنى هذا جاي إسلام سريعا. طب جاهزة انت يا جنة؟ اوكي بس ابدا يلا بينا، ابدا. يلا بسم الله. النص قدامكم، الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنبص على النص بنخمن المعاني سوا، فلو انت شكك في حاجه قولها لي ونعرف مع بعض صح ولا غلط. محدش يبص على المعاني ولا اي حاجه. نبدأ بسم الله. وعباد الرحمن مقصود بها مين؟ المؤمنين مؤمنين. المؤمنين المؤمنين
طيب عباد الرحمن مقصود ده بإيه؟ طيب عباد الرحمن مفردة؟ عباد بقى، كلمة عباد هيبقى مفردة إيه؟ عبد عبد عباد مفردها عبد. طيب هي كلمة الرحمن تعبد تعرب إيه؟ عبيد رحمة ها؟ قلت حاجة؟ ايه معناها الله الرحمن، كلمة الرحمن تعرف مضاف إليه؟ إحنا ما صحناش ليه؟ صحصحوا كده جنات وإسلام، فاكرين مضاف إليه؟ إحنا قعدنا نرغي فيه قد كده. طيب بص معايا، تعالوا نشوف كلمة عباد نكرة ولا معرفة؟ لك نكرة. نكرة، ما هي هتبقى معرفة لما نجيب المضاف ليه، هي لوحدها نكرة. طب منونة أو فعل نون بتاعت مثنى وجر؟ لا الاحتمال اللي وراه احتمال، الله أعلم، هنعرف احتمال يبقى مضاف إليه. تعالوا نشوف، هو مش اللفظ الكريم حدد إن هم عباد الرحمن؟ يبقى هي كده مضاف إليه ولا لأ؟ اضافي لي تمام. إيه، في حد مش فاهم؟ لو في حاجة مش واضحة قولي. أكمل ولا أعيد حاجة؟ تمام. أه أعيد ولا أعيد إيه يا حبيبي؟ لا تمام. ماشي، صوتك واطي صح صح أنت لسه ما صحيتيش؟ طيب لا لسه صاحية. لا لا صح صح يبقى فوق. الأرض جمعها إيه؟ أراضي. أراضي. أو ممكن تتجمع جمع يشبه المذكر السالم، فهتبقى ايه؟ أرضون. أرضون زي الجمع المذكر السالم، ولو منصوبة أو منصوب مجرورة تبقى أرضين. هي مش مذكر سالم بس يعني تاخد، يعني تاخد القواعد بتاعته، عارفين؟ هي تقرب للمذكر السالم من بعيد، جمع المذكر السالم من بعيد. ايه الدرس ده؟ هنعرفه السنة الجاية. يبقى احنا كنا عباد الرحمن مؤمنين، وقلنا كلمة عباد مفردة يا حبايبي. تعب ثواني احمد بوش. وقلنا ثواني بس عشان نعيد مع احمد فانش. طب لا هو صاحب اكتر، يلا نجاوب. وقلنا أرض ليها كام جمع؟ الجمع إيه وإيه وإيه؟ الأردن والأراضي. أراضي وأرضون وأرضين، تمام. طيب يمشون على الأرض هونا. طب أحمد معايا أحمد؟ أنا صح برضه. طيب صحيح أحمد كده؟ تمام. طيب أنا عايزة كمان، جاهزين ولا في مشكلة؟ يعني حد لا تمام جاهزين. جاهزين؟ أنا عايزة أفتح الكاميرا عشان حساتكم كلكم نايمين بصراحة، فأنا عايزة أتأكد إن إحنا إيه صاحيين ومصورين. لا ما احنا صحيين وهو مستنى يعيش لا جزء خلصت بقى. طيب أحمد إحنا معانا نص، بنتكلم عن نص عباد الرحمن، أول نص عندك في المنهج. طيب أخذنا دخل معنى ايه كلمة عباد الرحمن؟ عباد الرحمن قلنا معناها ايه؟ مين فاكر؟ ها؟ المؤمنين المؤمنين، ومفرد بعباد عبد عبد. وقلنا كلمة الأرض جمعها ايه؟ أردون أو أراضي أو أرضين. أرضون أو أرضون أرضين. وأرضين وأراضي، تمام. كلمة بص بقى، يمشون على الأرض هونا، يعني ايه هونا؟ يمشون على سلام. الأرض هي يعني قربت قربت عليكم. هي مش سلام، أنت تقصد إن هما بيمشوا بسكينة كده صح؟ مش دي اللي أنت تقصدها؟ أه بالظبط كده، السلام ده اللي هو السكينة أو الهدوء، أو معنى أدق بقى يمشون على الأرض هونا، يعني يمشون بتواضع. بتواضع، ثواني. إسلام وعائش. لا اجزاء كتير. أوه. ايش انا فاكره بس اسلام هو اللي متاخر. نعم
الحصة حضرتك اللي فاتت انا ما حضرتش، حضرتك خدته ايه؟ عشان حلينا تدريبات المدى وخلصنا اخر جزء فيه. انتي عائشة حبيبي، انا مستغربة ان سيبتي قمر. احنا حلينا التدريبات وشرحنا جزئية صغيرة، لو اتبقى وقت في اخر حصة انا ممكن اشرحها لك، وبرضه اسمعي الفيديو برضه حتى لو مش شفتها تسمعي الفيديو. ماشي تمام. تمام يلا حبايبي، وكده كده وسط الكلام لو قابلنا تدريب او حاجة هشرحها لك، هي جزئية صغيرة قوي قوي. مش انت حضرتي المضاف والشبيه والنكره والمقصود، ايوه انت اللي ما حضرتيهوش اللي هو نداء ما عرف بأل، يعني الكلمه اللي فيها الف لام اللي هي ايوه ايس، دي بس اللي انت حضرتيها. ايوه طيب انت عارفه انت لو قريتيها اصلا هتفهميها، بس انا هشرح لك باذن الله في اي وقت فاضي، بس انا عايزاك تمام. تستنيش تقريها وتسمعني فعلا لغايه ما تخلص. ماشي طيب حاضر تمام. اللي معايا اللي لسه داخلين اقرأوا بتحصلون نص عباد الرحمن سريعا، يلا افتحوه، حظكم ان احنا لسه معانا. تمام. تمام طيب نص عباد الرحمن احنا فتحناه، فاحنا دلوقتي بنقول هونا يمشون على الارض هونا، الايه الكريمه بتكلمني عن صفات عباد الرحمن، بتعرف الحاجات ربنا في الايه الكريمه بيقول لنا ايه صفات عباد الرحمن، لان الصفات دي طيبه فاحنا نتحلى بيها. فاول حاجه يمشون على الارض هونا، هونا الاسلام لما سالت معناه ايه؟ مش صح اسلام اللي قال لي يمشون في سلام؟ صح اسكان. تمام، هي بقى مش سلام اللي اقرب وادق بقى اللي هي ايه، بيمشوا في هدوء. يعني ايه هدوء بقى؟ هنكتبها تواضع، او في معنى تاني ان هم يمشوا في الارض غير ان هم في هدوء وسلام وسكينه ووقار، يعني بيمشوا كده في وقار، فيهم كده وقار، غير الوقار كمان بيمشوا بتواضع مش متكبرين. تمام، يبقى هون مقصود بيها سكينة أو الوقار أو الطاعة. تمام كده؟ معناها قوية بس حاول تلحق، معناها السكينة والوقار، الوقار اللي هو إيه؟ الوقار جاي من الهدوء والسكينة، عارف زي ماشي الشخص اللي ليه مكانة أو العالم. فاهمني؟ يعني مثلا جدك لما بيمشي بيمشي بإيه؟ بهدوء. صح كده؟ وبتحس مشيته ان فيها ايه؟ فيها وقار يليق بايه؟ بمكانته، صح ولا لا؟ صح. تمام، غير الوقار كمان او الهدوء بتواضع، ما بيتكبروش على الناس. طيب معنى كده ان كلمه هونا لو قلنا ان مقصود بيها تواضع يبقى عكسها ايه بقى يا حبايبي؟ الضوضاء أو يعني أكيد حنجة. لا الاستكبار نعم لا بكبرياء لا، تكبر تكبر. تكبر. صح تكبر. طيب يبقى أو بقى هنقولها إيه؟ كبر، يبقى عكس هونا كبر. تمام كده؟ طيب تمام. تمام ركز معايا، إحنا كده الناس في حد أول مرة بيحضر معانا نصوص أحمد، صح يا أحمد؟ لا مش أول مرة. لا يا ميسي، تالت مرة حبيبي يا رب. نصوص، نصوص أول مرة تحضر نصوص، صح؟ أيوة يا ميسي جديد. ما انا عارف. بص يا احمد احنا نظمنا ايه، وسيف برضه او سيف جه في الاخر، احنا نظمنا ايه، بنخمن المعاني سوا، مش بتبص على المعاني. انت بتبص شايف الصفحه اللي انا فاتحاها دي، ما تشيلش عينك من عليها. ليه؟ بنخمن المعاني سوا، بنتناقش فيها، يعني بتقولي حاجه فانا اقول لك دي ادق وهكذا، او ممكن توصل انت المعنى ما جاش في بالك. طيب ونشرح سوا ونفهم الايه، بعد كده بناخد مواطن الجمل، مواطن الجمل بنحفظها سوا ونفهمها. يعني ايه وقت تحفظ حاجه مش فاهمها؟ طب ليه بنحفظها؟ لان مواطن الجمل انا عارفه ان حفظها تقيل شويه، فانا بساعدك تحفظها. ازاي؟ واحنا شغالين هتلاقيني بكتب على الشاشه اللي قدامك علامات تفكرني، هتشوف دلوقتي هتلاقيك انت تسمع اخر حد، بس ما كل كلمه بناخدها، يعني بناخد مواطن جمل وهنسمع، ناخد مواطن جمل ونسمع، فعايزه اللي قاعد مصحصح. فأنا تمام. تمام يا احمد، في مشكله؟ لا أمس. ولا صح؟ طب يلا نكمل. ان هم بيمشوا بتواضع، يعني صفات عباد الرحمن اللي ربنا بيغرينا ان احنا نتحلى بيها التواضع. ايه كمان؟ اذا خاطبهم الجاهلون، هنا الجاهلون مش مقصود بيها الجاهل اللي هو عكس المتعلم، لا الجاهلون يقصد بيها هنا جايه من، مش من الجهل، جايه من الجهاله،
يعني ايه الجهاله؟ اللي هي السفه والحماقه، فالجاهلون هم السفهاء او الحمقى، تمام؟ هم لما هيكلموا عباد الرحمن هيأذوهم بالقول، فعباد الرحمن بيردوا ازاي؟ بيردوا برد اسم عشان يردوا عليهم وعشان ياخدوا حقهم. لا، اذا خاطبهم الجاهلون، هنا خاطبهم يعني تعدوا عليهم او كلموهم بالاساءه او اساءوا اليهم بالقول. خاطبهم الجاهلون مقصود بيها تعدوا عليهم بالايه؟ بالقول. قالوا سلاما، الرد بتاعنا قالوا سلاما. قالوا سلاما يعني ايه؟ يقول لهم سلاما يعني سلاما سلام سلام. لا، قالوا سلام عشان جت يعني لو احنا بص هغششكم سؤال، احنا عندنا امتحان بعد الدرس يعني قريب، هغششكم سؤال، جت جايبه لكم سؤال بقول لكم قالوا سلاما معناها ايه؟ وهجيب لك في الاختيارات حاجات كتير انت ممكن تفهمها صح، بس انا عايزاك تعرف ان قالوا سلاما دي معناها ان بيردوا رد يجنبهم الاذى وفي نفس الوقت لا ياثمون فيه، يعني عرفوا يخرجوا من الموقف من غير ما ياثموا. يبقى قالوا يعني قالوا قولا يجنبهم الاسم، يبعد عنهم الاسم اللي هو الذنب والاذى. مين مش فاهم قالوا سلاما دي؟ تمام، يعني الايه بس عادي تاني. ثانيه. حاضر، اللي هي قالوا سلاما ولا حاجه ثانيه يا حبيبي؟ لا سلامة. طب قالوا سلاما يعني ايه؟ هرد رد، انا حكيم وعاقل، فربنا يهمني رد، الرد ده هيجنبني الاذى، يبعد عني الاذى. ايه ده، هتشتمهم يعني عشان يبعدوا عنك؟ لا، في نفس الوقت ما تشتمش، ما يبقاش فيه لا اسم ولا اذى. فهمتي حاجتي؟ تمام. يعني في حياتنا كده زي ايه؟ زي ان هم يردوا رد لبن وفي نفس الوقت يسكت اللي قدامه. تمام كده؟ طيب، يبقى تاني صفات عباد الرحمن الايه الكريمه كلمتنا فيها حاجتين. اول حاجه تواضع. طب عرفنا تواضع ازاي؟ او بيظهر عليهم التواضع ازاي؟ في مشيتهم هيئه بهيئه فيها سكينه ووقار وسلام زي ما الاسلام قال لنا. طيب كمان بيصبروا على الاذى، فلما بيتعدى عليهم الجهلاء او الجهال والسفهاء ما بيردوش الاذى او الاساءه بالاساءه، لا، هم بيعملوا ايه؟ قالوا سلاما. يعني ايه قالوا سلاما؟ بيردوا رد معروف. يعني ايه معروف؟ يعني ملوش اسم وبيجنبوا منه. حد هنبدا في موضوع جديد، بس قبل ما ابدا انا مش هقول زمان لو انا مش فاهم المعنى نفسه في كلمه او جمله مش فاهمها في الايه الاولى. شفت احنا ماشيين براحتنا ازاي؟ سلام. ايه يا حبيبي؟ لا هي قالوا سلاما. قالوا سلاما يعني يردوا رد يجنبهم الاسم والاسم، يعني اوكي. تمام. المعاني احنا بصوا اي ايه بناخدها، بناخد معاني كلمات وبناخد شرح وبناخد الجماليات اللي هي موطن الجمال. تمام، احنا خلصنا المعاني وخلصنا الشرح. قبل ما ندخل في الجماليات، حد عنده سؤال في المعاني والشرح؟ نايس. طيب يلا، تمام. قلمك الرصاص وما تكتبش غير اللي انا هقوله بس، اللي انا اقوله بس هو اللي يكتب. اتفقنا؟ طيب، مواطن الجمال احنا هنحفظه سوا، بس مش هتعرف تحفظ حاجه لو مش فاهم. ارجوك لو مش فاهم قول. طيب نبدا بسم الله. عندي عباد الرحمن. انا لو قلت لك ان الراجل اللي واقف اللي هناك ده انسى الايه، احنا مش هنتكلم عن ايه، اخرج بره ايه. الشخص اللي واقف اللي هناك ده عبد، ايه رايك؟ دي كلمه فيها عزه ولا ذل؟ ده عبد، فيها ذل ولا عزه؟ عزة ذله. أكيد. مين قال في عزه؟ مين قال في عزه؟ في حد قال عزه؟ أنا طبعا اعترفت ليه؟ طيب انا بقول لك انه عبد، هي عبد دي فيها عزه؟ زلة. ذله. طيب يعني كلمه عبد لوحدها كلمه عبد كده لو خدتها لوحدها بره النص فيها ذله، بس الايه الكريمه لما جه وراها الرحمن مضاف اليه، صح؟ الاضافه هنا حولت عبد من كلمه فيها ذله لكلمه فيها تكريم وتشريف. دي اعظم عبوديه، هي العبوديه لله سبحانه وتعالى. يبقى هكتب، بص بقى احمد، بص هعمل ايه؟ هكتب بس الاضافه عشان انا بسمع هتفكرني. طيب فانا كاتبه الاضافه، تمام. هروح اقول لجنات سمعي، هتقول لي يا ميس، انا بغششك يا جنات، هتقول لي يا ميس عباد الرحمن الاضافه للتكريم والتشريف. ده اول موسم جمال خدمه، حد شايف؟ طب جنات جاهزه؟
طيب انا زمايلي بيسجلوا، انا بعمل ايه في الوقت ده؟ براجع معاها عشان الدور جاي لي، واللي عليه الدور بس يقسم، عشان يا احمد عشان تبقى فاهم، بيسمع الكلمه بس، لا بيجيب من الاول خالص، يعني اللي بيسمع مش بيسمع الحاجه بتاعته بس، لا بيجيب من الاول خالص. فايه زميلي بيسمع، انا مركز بكل احساسي معاه. يلا يا جنات، يلا يا قمر، ابدا. وعباد الرحمن إضافة التكريم والتشريف. تمام، ناخد موطن جمال عشان سيف يسمع. طيب عباد الرحمن دي كلمة مجملة، يعني ايه مجملة؟ لو انا فكرت فيها هلاقي فيها داخل فيها صفات كتير. فراحت الآية الكريمة بعد ايه؟ قعدت تفصصها او تفصلها، تقول لي ان فيهم الصفة الأولانية كذا والصفة الثانية كذا لغاية الآخر خالص. يبقى علاقة الذين يمشون على الأرض، أو علاقة الآية كلها بكلمة عباد الرحمن، السهم ده اسمه سهم العلاقة الجميل. ارسم لي سهم العلاقة الجميل، سهم العلاقة الجميل بايظ خالص. يبقى أنا عندي الإضافة وأدي سهم العلاقة الجميل. أه، هتقول لي إن الذين يمشون علاقتها بعد ما قبلها تفصيل. ليه؟ لأن دي بتفصل بعد إيه؟ إجمال، بعد شيء مختصر. حد مش فاهم تفصيل بعد إجمال يعني إيه؟ ينفع تاني بس؟ عينيا، عايزه اقول لك حاجه، انت السنه الجايه داخل اولى ثانوي، اولى ثانوي سهله جدا جدا جدا، بس اعرف ان في عندي في الامتحان لازم تجيلي سؤال علاقه بما قبله في حاجات ما خدتهاش، فلازم فاهم كويس. طيب على الاقل هذا سؤال دي الجزء الثاني من عباد الرحمن. مش فاهمه عليك. ايه سؤالك؟ هو مش فاهمك. يعني دي انهي ممكن كمان؟ مواطن جمال هتلاقي مش ماشية بترتيب الكتاب عندي. اللي هو الذين يمشون على الأرض هونا. اه بس انا مش عايزاك تبص في الكتاب عشان تحفظ، عايزاك تعرف تبص فين؟ على شايف الصفحة اللي انا فاتحها دي؟ هي الصفحة اللي انا فاتحها، وتكتب اللي انا كاتباه هنا بس، اللي هي الإضافة والسهم بس. ليه؟ عشان الباقي انت هتجيبه من جوه دماغك. ماشي؟ في الكتاب هتلاقيه مش سالفة مواطن جمال بس مش ماشية بالترتيب. انا بعمل ايه؟ بعمل بالترتيب اللي يسهل لك الفهم. ماشي يا حبيبي؟ سيب الكتاب تمام. وركز معايا. بعد ما تيجي تذاكر لو لقيت عندك مشكله ابعت لي، والاستاذه هتبعت لي سؤال او تسال. طيب يبقى الاضافه للتشريع والتكريم. طيب الذين يمشون على الارض علاقتها بما قبلها تفصيل بعد الاجمال. حد مش عارف تفصيل بعد الاجمال؟ اه يعني ايه؟ حد ثاني؟ لو انا قلت انا جبت حاجات كتير، ادي الشنطه بتاعتي. طب جمله حاجات كتير دي مفصله يعني واضحه، ولا مجمله كده ومختصره؟ ها لما اقول لك انا جبت حاجات كتير دي مجمله ومختصره، ولا واضحه ومفصله؟ أدخل الفصل. لا دي مجمله ومختصره. انا جبت اشياء، كلمه اشياء دي كلمه واحده بس صح؟ ليه حاجات كتير؟ نعم. طب يخرج منها ايه؟ كتاب وآلة. طب يعني كلمة أشياء لوحدها دي مفصلة مختصرة؟ ما وضحتش ايه الحاجات دي؟ طيب لما أقول الحاجة مختصرة يعني ايه مختصرة؟ مجملة يعني ايه مجملة؟ لماها كده كلها في كلمة واحدة، يعني مثلا الرسل، تمام كده؟ دي مجملة. الرسل دي ممكن يجي في دماغك كام نبي وكام رسول؟ كتير قوي صح؟ بعد كده اروح اقول لك انا اقصد مين فيهم بالظبط. يبقى انا عملت ايه؟ الحاجه المجمله دي اللي هي مش واضحه، او مش واضحه، مقفوله كده وانا مش عارف ايه جواها، رحت فصلتها ووضحت ايه اللي جوه، فاسمه تفصيل بعد اجمال. عارف بالبلدي كده او بالعاميه لما نقول فصص الحاجه، يعني ايه فصصها؟ هي مقفوله كده مجملة، مجملة رحت أنا فكيتها، قلت لك إن هي كتاب وقلم مش عارف كذا وهكذا وكشكول وهكذا. يبقى أنا عملت تفصيل. يعني إيه تفصيل؟ بينت أسئلة. حد مش فاهم يعني إيه تفصيل بعد الجمال يا شباب؟ لا تمام. تمام. يبقى تاني موطن جمال عشان تقفل عليه الدور، هيقول لي من الأول خالص إضافة عباد الرحمن لإيه؟ تفيد إيه؟ قولوا كله معايا. ها؟ وفيت التشريف والتشريف والتكريم. انا والتبديل. سمعت عائشه بس، الناس مش نايمه. والذين يمشون على قتم ما قبلها ايه؟
علاقات ما قبلها تفصيل بعد إجمال. بعد إجمال. بعد إجمال. بعد إجمال. يلا باشمهندس أقول الاثنين؟ من الأول اللي عليه الدور يجي من الأول خالص. تمام، علاقات ما قبلها تفصيل بعد إجمال و... لا ثانية، ما انت لا وضح لي كده، انت بتتكلم عن انهي جملة اللي هي الذين يسكنون على الأرض؟ يعني ايه؟ لو انا بسمع ومش بص على النص، سيبك كده، انت بتحب تتكسف عشان كده تايه ومش عارف تركز معايا. ركز معايا في الرسالة، انت بتقول لي علاقتها من قبلها هي مين اللي علاقتها؟ هتقول لي الذين يسكنون على الأرض، علاقتها من قبلها تفصيل بعد مين؟ تمام كده يا سيدي؟ تمام. يلا من الاول يا سيدي. ها الذين يمشون على الأرض هونا، علاقات بما قبلها تفصيل بعد إجماع. جميل. عبد الرحمن الاضافه في ايه يا باشمهندس؟ إيه؟ الاضافه في ايه؟ عبد الرحمن الاضافه فيها في ايه؟ التعظيم والتشريف. عظيم. طيب اللي هي مس؟ بس بقول لك الإضافة تفيد إيه؟ التكريم يعني ايه؟ ليه؟ التكريم او التعظيم او التشبيه، على فكره مش لازم نفس الكلمه، انت فاهمها قول لي انت فاهمها. التكريم تمشي، التعظيم تمشي، التشبيه تمشي، لان انا ايه؟ خليت كلمه عبد من كلمه عاديه او كلمه ذليله الى كلمه فيها عظمه وشرف وكرامه، يبقى تفيد ايه؟ التكريم والتعظيم والتشريف. الكلام تمام، انا سامع قصدي اقطع. هكمل. نيجي بعد كده، هي مين فاكر اي فعل مضارع يفيد ايه؟ مين فاكر اي فعل مضارع يفيد ايه؟ فودي التجدد والاستمرار استحضار الصور. انا عائشه النهارده متالقه، عائشه النهارده متالقه، يعني لو ما كانتش بس دخلت متاخر، طب وباقي طيب انا هكتب. طب فين المضارع اللي موجود في الايه الكريمه؟ ها يمشون جميل. يمشون ايوه او اي يفيد مضارع، الاستمرار والتجدد. ايوه بالظبط، يفيد التجدد. اي مضارع يمشون بس ولا اي مضارع يقابلني؟ اي مضارع يقابلني، أي مضارع؟ هكتبها أي دلوقتي مضارع؟ بس بعدين خلاص. انت عارف ان اي مضارع في ايه؟ التجدد الاستمرار والاستمرار. والاستمرار. الاستمرار اعتبروها استمرار واستحضار الصوت. حلو يا شباب. تمام، يبقى المضارع في التجدد والاستمرار واستحضار الصوره. يلا يا احمد ابدا من الاول، هتبدا من الاول الاضافه وبعدين السهم وبعدين المضارع. يلا يا احمد جاهز؟ تمام. يلا كله مركز مع زميله بيراجع معاه. عبيد الرحمن اللي عبيد الرحمن تكريم بالإضافة. ممتاز، حلو، جميل. الذين يمشون على الأرض يمشون على الأرض يمشون هنا يا ستي انت حضرتك انه فعلا مضارب صح؟ المضارب يفيد ايه؟ استحضار الصورة. والتجدد والاستمرار. افرض جات لك اختيارات وما قابلتش استحضار الصوره دي، بقى ازاي؟ جابني الباقيين. تمام؟ يفيد ايه يا حبيبي؟ التجدد والاستمرار واستحضار الصوره، تفيد ايه يا بابا؟ احمد المايك مقفول لو انت بتتكلم، انا مش سمعت عشان المايك مقفول. تكدس استمرار الفم طلع بيفيد التكدس استمرار واستحضار الصورة وتفصيل بعد إجمال. طيب الذين يمشون على قدم ما قبلها ايه؟ تفصيل بعد يمشون. إجمال. جميل. على فكره انت لو بتتلخبط الدور هيجي لك تاني، يعني بتسمع مره كمان او بتسمع زميلك كذا مره، لو مركز معاه انت لما تيجي تذاكر النص باذن الله هتاخد منك وقت، يعني مواقف الجمال هتاخد منك ساعه وساعتين باذن الله لو ذاكرتها اول، يعني متاخرش المذاكره مش هتاخد منك وقت. طيب الذين يمشون على الارض قلنا في، طب ده تعبير يدل على ايه؟ احنا نسينا دي، تعبير يدل على ايه؟ فاكرين هونا دي تفيد ايه؟ تواضع تواضع. يا باشا تواضع يدل على ايه؟ تواضع دل على الزوم لو اللي احنا نقف عليه لغايه ما هنقف هتحفظوه، عشان اول ما حي واحد واحد هيسمع، اتفقنا؟
يعني لغايه تمام لو الزوم قفل هتقعد تحفظ اللي احنا خدناه المواطن الجميل، عشان اول ما هتدخل تخلي الناس تسمع. طيب يلا يا عائشة المتألقة الجميلة بقى، يلا يا شوف ركز مع عائشة وراجع معاها، كل ما زميلي بيسمع أنا براجع معاها، يلا حبيبي. تمام وعباد إضافة للتكريم إضافة للتكريم والتشريف. قولي بقى عدد المكان، تجيبي المضاف إيه بقى؟ تمام تمام. يبقى الرحمن علاقة بما قبلها تفصيل، لا لا، الرحمن الذين يمشون، مين اللي قبلها؟ الذين يمشون تمام صح، ومضارع في ايه؟ والمضارع في التجدد والاستمرار واستحضار الصورة، وكملي هذا، واللي يمشون على الارض، هذا التعبير على ايه؟ والتعبير يدل على التواضع اللي هو التواضع الدائم لهم أو ايوه صح التواضع الدائم صح للعباد. برافو، حلو. دي نذاكر ولا ايه؟ قبل ما ننزل؟ شاطرة خالص، حلو ما شاء الله اللهم بارك. طيب برافو يا شيخ. نيجي بعد كده، وإذا خاطبهم الجاهلون، بص معايا على إيه ده؟ مين يعرف دي أداة إيه؟ أو ده أسلوب مين يعرف ايه؟ إيه؟ قولي يا حبيبي. لا مش سامع حضرتك، قلتي مين يعرف ايه؟ أداة إيه أو الجملة دي أسلوب إيه؟ إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، عاملة كده زي أداة شرط، أداة شرط، حسرة. الله ينور شرط. إخواتي، برافو يا جنات، برافو يا عائشة. طيب أداة شرط، إذا دي أداة شرط أو أداة تفيد التحقيق لا أو أكيد. أداة تفيد الشك، يعني إيه بقى؟ يعني عايزين نفهمها عشان السنة الجاية هتجيلي، يعني أنا دلوقتي هقول لك إنها تفيد كذا وهتحفظها، طب ما السنة الجاية لأ، لازم أفهم بقى إزاي نفس الأداة مرة تخليها تدل على التحقيق والثبوت. يعني إيه التحقيق والثبوت؟ تحقيق وثبوت، يعني ايه حقيقي بيحصل، ومره تفيد الشك. انا بقى انا مثلا اختك الكبيره واسلام جه طلب مني حاجه، فرحت قلت لاسلام، واسلام مجتهد وكل سنه يجيب ايه درجات جميله، رحت قلت لك يا اسلام لو جبت درجه كويسه في الكويز اللي مش شايمه هتعمله اجيب لك اللي انت عايزه. اسلام هيحقق ده والاحتمال يحققه ولا مستحيله وصعبه؟ انا بقول احتمال انه حقائق احتمال احتمال، واحتمال كبير. يعني العلاقه ما بين انتو ذاكر انتو ذاكر او انت ذاكر، ذاكر تقصدي قصدي ان مثلا اللي انت عايزه، اللي انت عايزه، العلاقه بين تنجح واعطيك دي بتحصل ولا ما تحصلش؟ تحصل تحصل تحصل. يبقى هنا تفيد التحقيق والثبوت، الثبوت يعني بيحصل صح كده. طب مره بقى موقف تاني بس مش اسلام ومش شايلين، واحد بيقول له بابا انا عايز مثلا عجل، انا مش عارفه انتوا بتبقوا عايزين ايه بقى دلوقتي، انا مش انا على ايامنا زمان كنا بنعوز عجل، مش عارفه انتوا ممكن تعوزوا ايه. تمام أنا كنت بعصر من زمان، ايه يا حبيبي؟ بقول لك كنت بعصر وأنا صغير، دلوقتي عايز أبيع. طيب انا على ايامنا كان لما الواحد بيطمح قوي طموح كبير قوي انه يبقى عايز عجل، فهقول له ايه؟ بس الواد ده كويس بقى وما بيذاكرش ومش زي اسلام وانا زي المجموعه بتاعتي الجميله دي، هقول له لو نجحت او اذا نجحت هبقى اعمل لك اللي انت عايزه. هنا بقى تحقق الصوت ولا الشك؟ هو هيحقق ده؟ شك. الشك ايوه الشك. لا بقول لك بقى ايه، ما هي لازم تكون علاقه متكرره كل شويه بتحصل، يعني كل شويه بيحصل، ما تبقاش ايه شك. يعني الشك يعني ايه؟ يعني احتمال ضعيف، اما التحقيق والثبوت يعني حاجه بتحصل كل شويه. تعالوا نرجع للايه الثانيه، هم مش الحكماء، الحكماء هنا نقصد بيها الناس الوقوره او الناس المتدينه او الناس الملتزمه او الناس المثقفه او الناس العلماء او الناس اللي ليهم مكانه في المجتمع او المعلمين او الناس اللي ليهم مكانه كبيره. هل السفهاء بيسيبوهم في حالهم ولا على طول بيتعرضوا ليهم؟ على طول بيتعرضوا ليهم ده هنا. أكيد الجاهلون هيكلمهم ويقولوا اه أو خطب. بالظبط، يبقى العلاقه دي او اذا دي تفيد تحقيق والثبوت ولا شك؟ لا التأكيد أو التحقيق والثبوت، والثبوت مش تحقيق والثبوت. بس انت قعدتي تشرحي لي كل ده ليه؟ ده هو اصلا انا المفروض اعرف ان ايه تفيد تحقيق والثبوت ليه؟ عشان السنه الجايه لما تقابلك في امتحان
تفتكر مش شيماء وتدعي. حلو كده شباب فهمناها، بس انا بقى مش عايزاك تشغل كل ده، انت فهمته اركنه خلاص، انا محتاجه يعني اعرف كده هنا. اسلم اجي اقول لك، اقول اداه شرط بس. اه هتقول لي لا، يجي يقول لي دي اداه ايه تفيد ايه، بص يجي يقول لي اداه نقط تفيد نقط، دي اداه شرط تفيد ايه، تحقيق الصمود بس كده. صعب ولا تمام سهل؟ سهل. تمام. يبقى انت في كتابك هتعمل على ايه دي بس داير، واللي عليه الدور في التسميه هيقول لي اذا اداه شفت ايه يعني؟ هتعمل دايره زي ما انا شايف الكتاب كده، شايفه انا كتابي عامله ازاي، انت المفروض كتابك يبقى زي كتابي وما تكتبش اي حاجه زياده. اي حاجه زياده لما تيجي تسمع مش هتركز فيها، فمش هتفتكرها بعد كده او مش هتحفظ. اكتب بس إذا أتت شرط بتفيد إيه؟ ما سمعتش بتفيد إيه؟ التحقيق والثبوت، انت فاهمها؟ طيب أيوه كده. دي التحقيق والثبوت اللي عليه الدور باشمهندس اسلام. مش هشوف. عباد الرحمن الإضافة تفيد التعظيم، والذين يمشون علاقة ما قبلها سمع تعمل علاقة جميلة، يبقى علاقة ما قبلها ايه؟ التفسير والتجميل تفصيل بعد اجمال، يعني انت جبتها بس بتفصيل بعد الإجمال. صغيرة متنكرة، تفصيل بعد اجمال. جميل كمل. يمشون مضارع يفيد التكدس والاستمرار واستحضار الصور. هسألك سؤال، يمشي الحق ولا اي مضارع يا حبيبي؟ أي مضارع ايه الله ينور، كمل. يمشون على الأرض هؤلاء تعبيرا جميلا يدل على التواضع الدائم للعباد. جميل. ها وإذا أداة شرط تفيد التحقق والإثبات. تحقيق وثبوت، انت بتغير الكلمه تصبر. بس لو انا بصحح ومكتوبه انا همشيها لك صح، بس اهم حاجه فاهم. طيب يلا نكمل الزوم، لو قفل خلوا بالكم الجزء اللي هنقف عليه انا هسمعه تسميع شديد شديد شديد. يعني ايه؟ تمام عود بقى، مفيش حاجه اسمها ايه انت قلتها ايه؟ استحقاق تقريبا. اقول لما نرجع نسمع مواطن الجمال بس لا ولا؟ لا، موطن الجمال بس، المعاني مفهوم مش حاسس يا مستر. المعاني؟ يا لا مستر المعاني التسليم هيبقى في الحصة الجاية ولا في ال10 دقايق بتاعة الزوم لا، العشر بعد العشر؟ العشر دقايق. طيب تمام. طب انا بسمع عموما ازاي؟ كل يعني اسبوع او اسبوع ونص هتلاقيني بقول لك في امتحان. تمام. تمام انا تسميع مس هو الامتحان كده لحد صح؟ انا هاكد عليكم عشان انا كنت حابه ادخل القراءه بس احنا مش لاحقين، ف ربنا يستر. انا هقول لكم تمام قبلها بوقت كافي ماشي، اهم حاجه تمام الله. تمام الفكره في ايه؟ انا ممكن اقول لكم انا واثقه فيكم، انتوا ما شاء الله مجموعه زي الفل، بس انا عموما ما بحتاجش في التسميع لان انت انا ما بقاش تسميع مش شايفه، انا عايز اشوف هتحل ازاي. تمام كده تمام تمام يلا نكمل. خلي بالك يا زنات هتجيبي من الاول. يلا نكمل. تمام وإذا خاطبهم الجاهلون، طب هنا واحد لما الجاهلون بيردوا بيضايقوه بيرد بحكمة، يبقى ده تعبير يدل على الحكمة أو حسن التصرف، اللي بيعرف يخرج من الموقف تعبير يدل على الحكمة، الحكمة وحسن التصرف، تعبير يدل على الحكمة وحسن التصرف. أو ممكن أقول إيه الحكمة أو الحلم، الحلم مش اللي إحنا بنشوفه إحنا نايمين اسمه حلم. طب الصبر ده اسمه حلم، يعني انت لما تقولي انا شفت امبارح حلم، لا غلط، انت شفتي امبارح وانت نايمه حلم. طب هنا هم بيتصفوا ايه بالحلم كده؟ يبقى اللي احنا بنشوفه واحنا نايمين حلم ولا حلم؟ حلو حلم. حلو تمام. لكن الصبر اللي هي حلم. تمام. انا تمام هفتح عشان نشوفه جنات لولو، يبقى تعبير دول على الحلم ايوه التصرف والحلم. يلا يا جوزة من الأول. تمام. وعباد الرحمن إضافة للتكريم والتشريف. الذين يمشون تعبير يدل على التواضع الدائم، ويمشون استخدام فعل المضارع في التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الذين يمشون إيه؟ علاقتها ايه بما قبلها؟ تفصيل بعد الإجمال. ممتازة ممتازة، الله ينور، جنات أعظم. تمام. استخدام أداة شرط، أداة شرط إذا يفيد التأكيد.